الو، ايه يا باشا؟ ازيك يا علوه؟ ازيك يا عبد الناصر؟ جبنا كل لقطات التحكيم والناس عايزه رايك فيها. لسه كنا بنتكلم وبنقول استفاد ايه الزمالك من نقطتين ضعف في اسوان، واستفاد ايه الاهلي النهارده من اللي حصل في بيراميدز، واستفاد ايه في السموحه من اللي حصل قدام بيراميدز، كله ده. فعايز ابدا معاك من حديث الناس كلها يا علاء. ايه رايك النهاردة في حكم المباراة جهاد جريشة وحكم الفار طارق مجدي لو انت كنت شفت المباراة؟ لان طبعا انا ما الوطن العربي كله شاف المباراة. لا اصل انا بقول ليه كده؟ لان يعلم الله انا ما برتب معاك حاجة، عشان بس الناس تبقى فاهمة. انا والله يا جماعة حتى بكلم علاء ساعات اطمن عليه في حاجة، اسأله في حاجة، ما فيش مرة رتبت معاه فقرة، بس عشان بس الناس تبقى فاهمة. تمام. النهاردة المباراة شهدت متابعة كبيرة جدا جدا جدا. أنا مش عارف. أنا قلت قبل كده حكام الفار بتنام في الفار ولا إيه؟ يعني أنا مش عارف، أقسم بالله أنا ما أعرفش. يعني إحنا بنشوف الكورة في الإعادة زينا زيهم، بل هم عندهم إمكانية أفضل، إنه بيعيد كذا مرة ويجيب من كذا زاوية. إحنا لما بنشوف الحاجة من أول مرة بنحدد موقفها في الشاشة في التلفزيون. هما تصدق يا علاء ان انا بيني ما بينك خواطر واتفاق رغم ان انا بكرهك؟ يعني انا قلت نفس الكلمه، قلت يا جماعه لو احنا بنرجع لاعاده التلفزيون اكرم من الفار. يعني الهدف بتاع النادي الاهلي باين ان شريف اكرامي طلع ومسك الكوره ونزل بيها وقعت منه. يا سلام عليك يا ابو الزغاليل، يا سلام عليك يا عادل، يا مدام نهد اديله ملوخيه وفراخ ربنا يكتر. انا واكل النهارده، كان عندي مشوار في العباسيه. مش عايز اقول، كان في ناس تخيل، في ناس بعتني حتى على الخاص، يعني اقول ايه بس، يلا مش مشكله. اقسم بالله لا علاء، حلال فيك فراخ مدام ناهد ورز مدام ناهد وملوخيه مدام ناهد وكباب حله مدام ناهد وجمبري مدام ناهد والمطعم ده ولا ايه؟ وحلال فيك المنيو اللي عملته مدام ناهد الاسبوع كله. لا النهارده اتعزمنا عزومه، كان عندي مشوار كده في العباسيه، خلصت ورجعنا. الاستاذ احمد ابو صالح عزمنا عزومه جامده عند الحاج مجدي جنب الاهرام. تصدق نفسي اروح له رغم اني كان زمان اروح له واطلع على المستكفى من الغسيل. لا بقول لك احلى اكل واحلى طبيخ واحلى طواجن تاكلها عند مجدي، ما تقوليش بقى بتاع. يا علاء احنا كنا يوم المرتب، يوم المرتب كلنا كنا ما نتقابلش في قدام الخزنه. كنت انا باخد 50 جنيه سنه 92، كان مرتبي 50 جنيه. كنا نقبض وكلنا معروف معادنا يوم القبض الساعه 2 عند مجدي. ايوه طبعا بقول لك ايه، ده تاريخ، ما فيش حد اشتغل في الصحافه الا لو يعرف مجدي. لازم يبدا لو بعد كده انا قبل ما يدخل النقابه يدخل عند مجدي. لو بعد كده بعد كده انا عليا عنده مصطلحات في الاكل مش موجوده غير عنده، يعني المحشي والكروم بيقول لك ظلمه، وعندك واحد ظلمه للاستاذ علاء، ورز بدارة او رز بداره مع رز مرمي. يعني ايه رز مرمي؟ رز الشارع يعني ولا لا لا، ولما تطلب يعني الرز يجي كده لوحده ما يجيش مع الفراخ. ولما تطلب شوربه ومعاك واحد عوامه دوبل للاستاذ عبد الناصر. اتفضل يا علاء. لا فبقول لحضرتك، يعني انا الهدف باين ان هدف واليا طبعا صحيح، ما فيش جدال، ولعمة يشوفه صحيح. والراجل طلع مسك الكوره يا جماعه وخد الكوره وبقت في حوزته وفي ايده، نزل بقى وقعت منه، دي مشكلته هو. المهاجم ما كملش معاه لما نزل، ما دخلش معاه برجليه، ما ضربش رجليه بين ايديه، هو ما عرفش يمسك الكوره فوقعت وطبت منه، حاول يلحقها بايده، كان المهاجم استولى عليها، فملهاش اي علاقه بالفاولات ولا ليها اي علاقه باي حاجه. فهدف هدف هدف، مفيش فيه كلام. ومساله ضربات الجزاء اللي كل شويه ما تحسبش، ما انت عامل فار ليه؟ وانا عايز اسال، هو حكم الفار ليه ما بيستدعيش الحكم يقول له تعالى بص على الحاله؟ ايه اللي حصل؟ حاسس كده ان في حاجه حصلت، ان بدات حكام الفار ما تستدعيش حكام الساحه
ان هم يجوا يشوفوا الفاولات ويشوفوا الحاجه على الشاشه ويشوفوا الاهداف والالعاب والكرات اللي فيها شك وفيها تغيير النتيجه، ضرب الجزاء، هدف دخل، انا مش عارف ايه اللي حصل. كان في بدايه الفار الحكم بيروح ويشوف ويتابع وده يعيد، بطلوا. ايه الكارثه دي؟ ايه الكارثه دي؟ لسه ما كملناش 9 اسابيع ولا 8 اسابيع، 9 اسابيع، كميه ظلم وفوضى في الدوري بالطريقه دي. احنا لسه ما دخلناش على الهبوط، ما دخلناش على المباريات اللي هتحسم المسابقه، ودي هتبقى فيها مشاكل كبيره جدا وشحن جماهيري كبير وترقب، هتبقى العمل ومواضيع صعبه، مش هتبقى بالصوره دي دلوقتي. احنا لسه في الفسحه، في الفسح يعني، في الواسع يعني من المنافسه ومولع نار. يعني من وجهه نظرك ضربه جزاء شريف صحيحه وهدف واليا صحيح؟ لا، قالي ضربه جزاء محمد شريف، ضربه جزاء محمد شريف، لا عشان ما اكذبش فيها، انا مختلف فيها الصراحه، لكن هو الهدف جون. يعني انت ضربه جزاء محمد شريف بالنسبه لك مختلف عليها، رغم ان في اجماع، لان احمد سامي لمس الكوره، بس في اجماع من كل المحللين قال لك ان في تعديل جديد حصل. خلي بالك، مش معنى لمسك للكره يشيل عنك الخطا. والله انا اللي شايفه واضح، اول هدف الجول ده واضح 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 واضح، ما فيهوش اي جدال، ده سوء تقدير من الحارس، كره وقعت من ايده. مهاجم الاهلي طالع معاه بشكل طبيعي، ما فيش اي حاجه، لا ضربوا لا دفعوا، واحد مسك الكره وفي حوزته كامله، نازل من الهواء الكوره في ايده كامله، وقعت منه، دي مشكلته، دي مشكلته هو، مش مشكلة الفيرود. الفيرود ما كلموش لما وقع نزل بيها، كانت ناحيته. بتصفر على ايه؟ ما كانش ناحيته. هو راجل نازل طبت منه وقعت منه الكورة. هو ماله الفيرود ماله؟ لا جون طبعا ما فيهاش كلام، جون جون يعني، ما فيهوش كلام. خليني برضه محدش يقول لك انا حجرت على رأي حد. الكابتن سمير محمود عثمان قال على كورة تراوري ضربة جزاء. الكابتن سمير محمود عثمان حد بعت لي عشان ابقى امين، انا ما بخبيش كلام حد، بيقول لي حد بعت لي بيقول لي خلي بالك سمير محمود عثمان قال على كره تراوري ضربه جزاء واختلف فيها مع الكابتن شناوي، فانت ما جبتهاش، ما مش عندي، ولكن اديني قلت كابتن سمير قال كره تراوري ضربه جزاء، وانا شايفها انها هي وهم وما فيهاش اي ضربات جزاء خالص. دي واحده، دي اللي هي طار في الهواء مع ايمن اشرف، في الهواء مع ايمن اشرف، ونزل على رجليه عادي، ما نزل قاعد يتمرمغ، نزل قاعد يتمرمغ، ايوه بس نزل على رجليه وتمرمغ. لا دي ممكن نجيب له كلونيا، دي مش ضربه جزاء خالص، ده بيهزر. ما انا بس بقول، والكابتن ياسر عبد الرؤوف مع سيف زاهر على اون قال ان الهدف بتاع بواليا مش ضربه جزاء، وان والتر بواليا ضرب شريف في ظهره اثناء الكوره، وطبعا ده كله وهم، ما حصلش. ضربه ازاي؟ ده كان هو راجل خد الكوره ونزل بيه. وبعد كده اقول لك على حاجه، انا موافق. طب استنى 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 استنى، بالراحه بالراحه، ماشي ماشي ماشي، خد الكلام حته حته. الراجل بيقول لك طلع ضربه في ظهره، تمام. دلوقتي الاعاده باينه والهدف موجود، الراجل طلع وطلع معاه ومسك الكوره في ايده، حتى لو ضربه شريف نزل اصلا والكوره في ايده، حتى لو ضربه شريف نزل والكوره في ايده وقعت منه. هو الكلام ده انت تقول امتى؟ ده ضربه وهو معاه في الهوا. لو شريف اكرامي وهو في الهوا ما عرفش يمسك الكوره تبقى فاول بالثلاثي، ما فيهاش كلام، فاول فاول. لو شريف اكرامي ما تملكش بالكوره في الهوا ومسكها بالصوره اللي هو مسكها بيها تبقى فاول، لان يبقى تم دفعه. لكن لما يطلع ويمسك الكوره بالصوره دي وهو نازل بقى وخلاص هي في حوزته وماسكها ونزل بيها وقعت منه، لا ده موضوعه هو. طب اقول لك على حاجه، محمد نصر العظيم افضل مخرجين مصر والوطن العربي عادها من 5 زوايا ما فيهاش دفع. طبعا لا ما فيهاش دفع. انا ولذلك انا قلت هو مع احترامي هي خيبه من حارس مرمى، خيبه من حارس مرمى، وفضيحه من حكم فار، وفضيحه من الحكم سطره. وانا بسال سؤال يا جماعه، حكام الفار انت ما بتستدعيش ليه حكم الساحه في اي كوره انت شاكك فيه؟ انا مش فاهم.
والمشكله المصيبه ان الحاجه باينه قدامهم، يعني الحاجه باينه قدامهم. يعني انا مش فاهم، هل دي مؤامره لالغاء الفار؟ يعني دي مؤامره لالغاء الفار ان هو يزهقك فتقول الغيه؟ ده وارد، وارد تكون دي مؤامره. طب يا مؤامره للغاء، عايز اصحح معلومه بس، هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف بيطلع مع 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 على قناه الزمالك، مش مع سيف زاهر، لان انا قلت غلط، باين بيطلع على قناه الزمالك ياسر عبد الرؤوف، صح؟ ما اعرفش، شفته كم مره. انا بس ربما اقولك او كن قلت سيف زاهر غلط، ولا طلع مع سيف، انا مش يعني يا جماعه ما عنديش اللقطه، طلع مع سيف ولا على الزمالك، حد كان مع سيف؟ طيب تمام، الاستاذ احمد سيد، بحاول معلوماتي تكون دقيقه، لان واحد بعت لي، واحد محترم بعت لي بيقول لي سيف ما طلعش، ياسر ما طلعش مع سيف زاهر، رقم اخره 77، اسمه الاستاذ المحترم اي ام. طيب الناس بتاكد انه طلع مع سيف زاهر، انا ما شفتهوش. طلع عليه الكلام اللي احنا بص، هو الوحيد اللي قال فاول هو والكابتن محمود، محللنا التحكيم المحترم، الكابتن محمود برضه شايفها فاول، الكابتن محمود سعد. دي وجهات نظرهم، احنا شايفين عكسهم خالص، مع احترامي ليهم يعني. ما انا بس بقول عشان ما حدش يقول يا جماعه اني انا يعني بهجر على كلام حد، انا بجيب لكم كل الناس، سمير محمود عثمان التروري ضربه جزاء دي ولا فيها اي حاجه، سمير محمود عثمان قال ضربه جزاء بتاع التروري فيهاش اي حاجه، كابتن ياسر عبد الرؤوف قال هدف الاهلي فاول ما فيهاش اي نص، رعتها من خمس زوايا، ولذلك انا كان نفسي لو خلوا الحكم الفار يقعد في عربية التلفزيون كان أفضل من الفار التعبان اللي ملوش أي ستين لازمة، ده اللي خرب الدنيا. وكمان برضه عربية نص نقل، يا راجل الله، في عربية ميكروباص، ايه رأيك؟ احنا ممكن نفضله الكنبة اللي ورا في الميكروباص ويمدد، ايه رأيك؟ بدل ما يقعد الساعة ونص كده يبص على الفار، ممكن يمدد له شوية، ايه رأيك؟ فكرة برضه. طيب بس جاءني سر تاني بس من الفار، يعني حد يعني كان بيتكلم مع احد حكمي الفار، مش عايز اقول من هو عشان ما بوظش وده انفراد، ان للامانه جهاد كلم طارق مجدي علشان يقول له كوره بوليا، طارق مجدي ما ردش عليه. ما ردش عليه ليه؟ محرج ولا ايه؟ انا بقول لك اهو، انا طرحت سؤالين في الحلقه، هم يعني سؤال، انا طرحت فضيحتين في الحلقه، قلت طارق مجدي كان خايف وبناء عليه خلى نصر اخر الاعاده بتاعت بوليا، جات لي دلوقتي معلومه تانيه ان جهاد جريشه اتكلم مع طارق مجدي على الفار وطارق مجدي ما ردش عليه في كوره بوليا. أنا بص يا أستاذ عبد الناصر، بصراحة كتر الأخطاء بتاعت الفار من أول مباراة سموحة، وبعد كده مباراة الزمالك كرة إمام عاشور، وبعد كده مباراة الأهلي النهارده وبيراميدز، أنا حاسس إن في مؤامرة إن بتزهق الناس في الفار علشان يتلغي، أو عشان تسيء للشركة اللي ماسكة أو للناس اللي عملت الفار في الأساس. وبرضه الكابتن، وبرضه يا جماعة جاءني الآن إن الكابتن، أنا آسف على المقاطعة، الكابتن ياسر عبد الرؤوف قال بوليا فاول. توقف شهر. قال لك توقف شهر. ماشي؟ مباراة الأهلي والدجلة محمود الدسوقي، فاكره بتاع ضربة جزاء بيكم اللي ما اتحسبتش؟ ماشي، قال لك توقف شهر. المباراة كانت كام؟ 8 يناير. إحنا النهاردة كام؟ 26 يناير. كان حكم الفار بتاع سموحة والمقاولين. يعني لا، في بص، في موضوع غير طبيعي بصراحة. يعني كرة شريف إكرامي اللي دخل بيها سموحة دي باينة قوي، معرفش إزاي ما اتحسبتش. كرة النهاردة بتاعت بوليا ده جون باين قوي، جون ما فيهوش كلام. الكرة بتاعت إمام عاشور دي ما فيهاش أي كلام في أي حتة، لا في مخطط ان هو بيزهقك في الفار او بيشوه سمعه الفار. طيب فبيجيب لك لا اما حكام ضعيفه، لا اما في مخطط بيحصل. انا مش مصدق ان حكم قاعد قدامه الفار وقدامه الاجهزه دي كلها وما يشوفش اللي احنا بنشوفه.